فير بلاي موعد الرياضة على إكسبريس إف إم. جاي لكم من جديد في فير بلاي، مواصلين في استقبال ضيوفنا ونحكيو على كل المستجدات في الساحة الوطنية. تغيير في ستاف تكنيك في السيابي منتظر في الأيام القادمة، هذا ما تم تداوله مؤخرا صحيح من الغلط باش ناخذوه من عند مراسلنا في الجهة رمزي بغربية. رمزي أهلا بيك. مرحبا بيك سلام، مرحبا بالسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا على راديو إكسبريس إف إم. شنو هو الحقيقة رمزي؟ شنو فما؟ شنو الصحيح؟ هل تم فعلا تخلي على عربي زواوي في خطته كمدرب أول؟ شنو هي حقيقة التعاقد مع قيس اليعقوبي؟ شنو الصحيح من غلط في هذا الكل؟ سلام، الثابت والأكيد أنه العربي الزواوي إلى حد هذه اللحظة هو مدرب النادي الرياضي البنزرتي وثابت في مكانه. صحيح في الساعات الأخيرة وفي الأيامات الأخيرة خرج خبر أنه قيس اليعقوبي سيتولى دواليب الإدارة الفنية للنادي الرياضي البنزرتي. اليوم شو الأسباب؟ فما برشا كلام قاعد يتحكي في الشارع الرياضي في بنزرت أنه فما بعض المسؤولين في الهيئة الحالية نتاع سليم الصعيداني، الطيار والكرة ما يتعداش بينهم وبين العربي الزواوي، حموا أنه باش يتصلوا بقيس اليعقوبي. نعرفوا أنه قيس اليعقوبي عملوه يدرب النادي الرياضي البنزرتي، نعرفوا أنه قيس اليعقوبي خلى فلوس في النادي الرياضي البنزرتي، فما برشا كلام لأنه يحكيوا بين قوسين مقايضة أنه باش ما يصبش الشيك نتاع قيس اليعقوبي على قليلة أنه يرجع للنادي الرياضي البنزرتي، وكيك معناها يلقاو صيغة لخلاص قيس اليعقوبي. لكن شق كبير في بنزرت لأنه وهذا ما لاحظناه في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصفحات اللي تهم حبينا النادي الرياضي البنزرتي، أنه برشا ناس باتة لمثل هذه الأخبار اللي قاعدة تخرج، لو أنه الأخبار معناها في بعض الصفحات الموالية للهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي قاعدة تضرب بقوة أنه قيس اليعقوبي سيتولى دواليب النادي البنزرتي. لكن خلينا نكونوا واضحين أنه النادي البنزرتي دخل في تربص في بنزرت منذ الأمس، العربي الزواوي موجود على رأس الفريق، العربي الزواوي قاعد يخدم وقاعد يحضر. فما برشا ناس في بنزرت يقولوا انه فما حاجات اهم من تغيير المدرب. يا اسلام انت تعرف انه اليوم النادي الرياضي البنزرتي ممنوع من الانتدابات، اليوم النادي البنزرتي قبل ما يغلق الميركاتو مطالب بدفع قرابه 100,000 دينار في قضيه بوبكر تراوري اللي معناه السماح ليه للانتدابات، كيف في تسويه وضعيه الحارس علي الفريوي وكذلك احمد حسني وحتى القيام بالانتدابات. لكن كما كنت تحكي انت ساعات هذه خرجت حكايه قيس اليعقوبي اللي كما قلنا فما اشكوك اللي بنسبه كبيره خلينا نكونوا واضحين في الشارع الرياضي في بنزرت رافضين الفكره هذه ومتشرفين بالعربي الزواوي. في المقابل كما خذينا بعض المعلومات انه بعض من الاعضاء الهيئه المديره في نادي بنزرتي الكره وما يتعداش بينهم وبين العربي الزواوي خموا في قيس اليعقوبي. لكن الكلمه الاولى والاخرى قال رئيس الجمعيه عبد السلام الصعيداني المتواجد في الخارج قال سيبقى العربي الزواوي او سياخذ مكانه قيس اليعقوبي الساعات القادمه مش نعرفوا. لكن الثابت والاكيد انه العربي الزواوي مازال هو المدرب الحالي والرسمي للنادي الرياضي البنزرتي. فما كلام رمزي انه العربي الزواوي دخل في خلاف مع المعدل البدني للفريق، على ذلك فما وليت النيه متجهه نحو التخلي عليه، صحيح هذا ولا؟ والله ما سمعتك يا سلام. قلت لك فما كلام حول انه العربي الزواوي دخل في خلاف مع المعدل البدني السيابي، على هذا وليت فما نيه للتخلي عليه او على الاقل لتغيير المنصب نتاعه في السيابي؟ هو باش نكونوا واضحين، المعدل البدني للنادي الرياضي البنزرتي هو معناها ابن العربي الزواوي، باش نكونوا واضحين، وين العربي الزواوي يدرب النادي البنزرتي الا والمعدل البدني محمد بن مسعود يكون موجود مع العربي الزواوي. هذه من بعض الاخبار او التعليق خلينا نكونوا واضحين انه خرجت من الساعات القادمه، لكن ان الاخبار اللي عندنا انه الطيار ما يمرش بين احد المسيرين على فرع كرة قدم النادي البنزرتي ولا العربي الزواوي، لأنه العربي الزواوي والناس كل اللي تعرفوا اللي يسمعوا فينا وحتى كل جل المحللين واللاعبين السابقين، العربي الزواوي معروف بقوة شخصيته، العربي الزواوي يشرف الفريق يشرف على الفريق معناها من كل الجوانب، الشير ذا والواردة معناها كل شيء يرجع للعربي الزواوي. بالكش فما حاجات يحبوا يقع تدخل في خدمه العربي الزواوي، العربي الزواوي فض على ذلك بعض المسؤولين حبوا انه يخموا في قيس اليعقوبي. لكن الشارع في بنزرت نعاود ذلك للمره الف يا اسلام انه اليوم راه مش مشكله قيس اليعقوبي او العربي الزواوي، اليوم مشكله الانتدابات والفريق معناها اليوم عنده 10 نقاط، اليوم الفرق المنافسه اللي تلعب معاه على تفادي النزول قامت بالانتدابات وسويت وضعيه لاعبيه وسويت حتى الوضعيه القانونيه سواء مع الجامعه او مع الفيفا. لكن النادي الرياضي البنزرتي اليوم حاير في 100,000 دينار لفك شفره اللاعب ابو بكر تراوري باش نجم تنتدب. نعرفوا الجامعه توصي تنجم تلقى معها حل، لكن الفيفا ما تنجمش تلقى معها حل، تخلص تعطيك معنى اللي سي باسي ما تخلصش ما تعطيكش اللي سي باسي. هذا هو الموضوع الهام والهام جدا في بنزرت اللي الناس كل شده فيه. لكن تغيير المدرب من عدمه هذا موضوع تطرح ينجم شي يغطي كما قالوا بعض الاحباء باش يغطي عيوب الهيئه المديره،
لكن نتصور انه الساعات القادمه مش تعطينا اكثر تفاصيل. وين الهيئه المديره اذا كان مش ما تنجمش تجيب 100,000 دينار على رمسي؟ وي اسلام؟ قلت لك الهيئه المديره اذا كان ما تنجمش تجيب 100,000 دينار وين معناها؟ الهيئه المديره ويني؟ الهيئه المديره لحد الان ونعرف انه عبد السلام الفايديني هو رئيس الهيئه المديره والصفحه الرسميه هما زوج هذوما حاجات رسميه معناها يعطوا فيهم اخبار لازم نزلت لحد اللحظه عبد السلام الفايديني ما فهم شيء على الصفحه الرسميه نتاعو. بالنسبه للموقع الرسمي مازال ما فهم حد شيء. الهيئه المديره هي اللي قاعده تجتمع معناها عبر السكايب او عبر معناها الواتساب مع رئيس الجمعيه. لحد الان ما خرجش حتى مسؤول من الهيئه المديره سوى عبد السلام موجود في فرنسا او الموجودين في بنزرت باش يحكيوا في الموضوع هذايا. على ذلك قلنا غموض كبير وكبير ياسر في الموضوع، معناها كلمه رميت قيس العقوبي سيتولى او سيكون المدرب القادم، ما نعرفوش اسكو هي جست نبض لاخذ اراء بين ادراس بنزرتي او معناها لحال حاله ازمه موجوده في المدرب السيابي العربي الزواوي واحد المسؤولين على فرع كبير كره القدم. ما نعرفوش اسمه، شكون يا رمزي؟ ما نعرفوش اسمه شكون المسؤولين هذا؟ والله هي معناها باش نكونوا واضحين توضح الامور شكون، لانه اليوم فما ناس مشرفين على كبير نادي رياضي بنزرتي، اليوم فما ناس تخدم قريبه ياسر للعربي الزواوي. معناها انا قلت يا رمزي ما يمرش بين الناس يا رمزي شكون العربي الزواوي؟ يا رمزي الايام القليله القادمه تكشف في صوره التخلي على العربي الزواوي، من هو وراء التخلي على العربي الزواوي؟ اي احنا كل شيء بالمكشوف، ما تحبش تقول اسمه معناها انت ولا شنو؟ تسمع فيا ولا يا رمزي بالغربي؟ ما نسمعش فيك اسلام. قلت لك كل شيء بالمكشوف، ما تحبش تقول اسمه ولا شنو بالحق ولا الحكايه؟ لا احنا مش ما نحبوش نقولوا اسمه، انه احنا المصادر نعرف باش ناخذوا المصادر، لازمنا نزيد نتاكدوا باش نعطيه حق، نعطيه حق المدرب العربي الزواوي كيف كيف زاد باش نعطيه حق المسؤولين هذوما. الحصريه تاخوها اسلام ان شاء الله على اول ما نزيد نتاكدوا من الاخبار، لانه نعرفوا تكتم كبير وكبير ياسر صلب معناها الهيئه المديره وصلب المحيط معناها المحيط الخارجي والداخلي للفريق. لكن اكد لك اسلام ما نطولش عليك وتو نعطيك الاسم وكيك كل الامور معناها واضحه على راديو سبريزات. اي ماذا بينا كل شيء نسميه اشياء مسمياتها. يعطيك الصحه، شكرا لك رمزي بن غربي على كل هذه التفاصيل اللي مددنا بها بخصوص جديد في السي بي، حقيقه التعاقد مع قيس يعقوبي الخلافة العربي الزواوي في السي بي. فاصل ثم فلاش بوس وبعد مكملين في فير بلاي حتى لما تفهموا. بعد شويه نحكيو باسكيت، باش يكون معنا علي البنزرتي رئيس الجامعه التونسيه لكره السله، نحكيو على استعدادات منتخبنا واستعدادات بلادنا ايضا لاحتضان تصفيه لفخو باسكيت في المستيرا. ايضا باش يكون معنا مراسلنا في القيروان عبد المجيد جبيلي، ناخذ من عنده شنو حقيقه الريزيرف اللي عملوا البارح جي اس كا على واحد من مهاجمين الاسبيرونس. التفاصيل الكل باش ناخذوها بعد شويه من عند